الدليل الإلكتروني في المادة الجزائية على ضوء التشريع والممارسة القضائية، موضوع اليوم الدراسي الذي نظمته جامعة أحمد دراية بالتعاون والتنسيق مع مجلس قضاء أضرار يوم الاثنين 21 مارس 2022 بقاعة السمعية البصري بالجامعة. تنفيذا لاتفاقية الإطار ما بين جامعة أضرار ومجلس قضاء أضرار وانفتاح كل من قطاع العدالة والجامعة على المجتمع ومكوناته، جاء هذا اليوم الدراسي ليسلط الضوء على أهمية وشرعية الدليل الإلكتروني وحجيته في إثبات الجرائم الإلكترونية أمام القضاء الجزائري. أكد بالمناسبة مدير الجامعة البروفيسور محمد الأمين بن عمرة على جهود كل من المؤسسة الجامعية والقضائية في خدمة وحماية الأفراد وكيان الدولة، مشيرا إلى تحديات الأسرة القضائية في مواجهة الجريمة الإلكترونية. إن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار تنفيذ اتفاقية الإطار الموقعة ما بين جامعة أضرار ومجلس قضاء أضرار في إطار انفتاح كل من قطاع العدالة والجامعة على المجتمع ومكوناته. فهذا اليوم الدراسي يعالج موضوع في غاية الأهمية، فقد استفحلت الجريمة الإلكترونية في أيامنا هذه، ومن الطبيعي أنه إذا أرتكبت الجريمة في وسائل وفي بيئة إلكترونية أن لا يكون الدليل المثبت لها تقليديا فحسب، بل قد يكون من طبيعة رقمية. ولذا يتعلق موضوع هذا اليوم الدراسي بالإشكالات التي يثيرها الدليل الإلكتروني في المادة الجزائية، وهو يجمع بين الجانب النظري والجانب العملي، وهو ما سيتكفل بمناقشة السادة السادة الأساتذة والقضاة المشاركين في تقديره. لقد شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورا علميا وتكنولوجيا رهيبا انعكست نتائجه على جميع مناحي الحياة، وكان من الطبيعي أن ينعكس هذا التطور على وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف الوسائل الإلكترونية المستعملة على مستوى الإدارات والهيئات المختلفة في الدول والأفراد. وبقدر ما نتج عن هذا الأمر تسهيلات كبيرة على مستوى الخدمات العمومية والخاصة وعلى مستوى الأفراد والجماعات والإدارات والهيئات، فإنه فتح بابا أمام مرضى النفوس والمحتالين لارتكاب جرائم إلكترونية، سواء على مستوى التجسس على الهيئات الرسمية للدول واختراقها، أو اختراق أنظمة التسيير المختلفة للبنوك والمؤسسات، أو على مستوى اختراق حسابات الأشخاص وإحداث الضرر المادي والمعنوي لهم ولأسرهم والمجتمع بشكل عام. كل هذه الأشياء وغيرها طرحت أمام الأجهزة الأمنية والهيئات القضائية شكلا جديدا من الجريمة التي تستوجب على المشرع أن يدعم المنظومة القانونية على ضوء التطورات الحاصلة، وأن يجد بالضرورة أدلة إثبات تقنية وفنية تتماشى وطبيعة الوسائل المستعملة في هذا النوع من الجرائم الإلكترونية. انطلاقا مما سبق، جاء هذا اليوم الدراسي الموسوم الدليل الإلكتروني في المادة الجزائية على ضوء التشريع والممارسة القضائية الذي تتشرف جامعتنا باستضافته بالتنسيق مع مجلس قضاء أضرار، الذي يعد الفيصل في مثل هذه المواضيع الحساسة التي تمس بكيان الفرد والمجتمع. ولا أخفي على الجميع سروري بهذه المبادرة الهامة وهذا التعاون بين الهيئات القضائية والجامعة، وهو الانفتاح الذي نصب إليه ونسعى لتحقيقه ليس فقط على مستوى هذه الهيئات، وإنما على المجتمع ومختلف الهيئات لجعل الجامعة في الخدمة العمومية. أخيراً أشكر كل من فكر ونظم وشارك في إعداد هذا اليوم الدراسي العام، مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والسداد. المجد والخلود في شهدائنا الأبرار، وتحية الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جهته ثمن النائب العام لدى مجلس قضاء أضرار بأهمية دور الجامعة وإطارات القانون في دراسة مثل هذه الإشكاليات والبحث في إيجاد حلول علمية لها. من النافذ القول أن الجريمة الإلكترونية هي من الجرائم
تكون الأدلة الخاصة، بمعنى غير تقليدية، غير الدلائل أو الأدلة الجنائية التقليدية. وعليكم بما أن هذه الجريمة مستحدثة ودليلها خاص يأخذ هيئة إلكترونية، فإنه يثير كثير من المشكلات بخصوص إثباته ومدى تقيد القاضي به، أي تقييد إثباته. لذلك وقد نرى أن النظم المقارنة قد اختلفت فيما بينها في مدى توجيه هذا الدليل وكيفية استنباطه، بل أن التشريع الواحد كما هو الحال في الولايات المتحدة اختلف من ولاية لأخرى، بحكم أن هذه الولايات لها استقلالية في أسس التشريعات. لهذه الأسباب ولغيرها فإنني وجد هذا اليوم الدراسي أو تم تنظيم هذا الدراسي لتسليط الضوء على كل هذه الجوانب. ومن هذا المنطلق فإننا نريد كل المشاركين إلى إثراء هذا اليوم الدراسي من خلال المواضيع التي ستلقى عليكم لاحقا، وذلك تعيين للفائدة. أخيرا أجدد شكري للسيد مدير الجامعة وإطارته علاوة على زميلاته وزملائه الأوضاع. افتتح أشغال هذا اليوم الدراسي رئيس مجلس قضاء أضرار الذي أكد من خلال كلمته على مبادرة انفتاح مجلس قضاء أضرار على شركائه الفاعلين على رأسهم جامعة أحمد راية أضرار. كانت لنا فرصة في السنة الماضية في إطار برنامج تشاركي بين مجلسنا القضائي وجامعة أضرار، أين تم إنجاز يومين دراسيين، حول الأول حول الصفقات وعلم وجرائم الفساد، والثاني حول موضوع الحالة المدنية في الجنوب الكبير. كان بالشراكة مع ولاية الأضرار وتم تنظيم هذين اليومين الدراسيين لمقر ولاية الأضرار، لكن لم تكن لنا السانحة أن نجتمع في حرم جامعتنا التي نكن لها كل التقدير والاحترام ونكن لها كل الود. كطلبة جامعيين كنا في يوم من الأيام. طبعا في إطار الشراكة أو انفتاح مجلس قضاء أضرار على شركائه الفاعلين وعلى رأسهم جامعة أضرار، لا نود أن يقتصر تواجد هذا التفاعل القانوني والقضائي في أي يوم دراسي أو أيام دراسية فقط، بقدر ما نود أن نكون أكثر تفاعل في مواضيع ومجالات مختلفة. كما أكد رئيس مجلس قضاء أضرار على احتياج الدولة إلى وضع أسس ونظم لتنظيم المعاملة الإلكترونية التي تقود إلى الأمن الإلكتروني وإتاحة التشريع القانوني لمعالجة مثل هذه الجرائم. ما كان يعتقد بأنه مجرد معاملات إلكترونية أصبح اليوم ظاهرة حياتية للبشر. تحتاج كل دولة إلى أن تضع أسس ونظم لتنظيم هذه المعاملات الافتراضية الإلكترونية. طبعا مثلما تحدثنا عن الثورة الإلكترونية لابد أن نتحدث عن الأمن الإلكتروني، الأمن السيبراني. الدولة التي لا تستطيع أن تحقق أمنا إلكترونيا أو أمنا سيبرانيا سوف تكون عرضة للتهديد الذي يمس ربما سيادتها وربما يمس استقرار مؤسساتها، ناهيك عن أن الثورة الإلكترونية تخترق مباشرة الأسر والأفراد والأملاك والأموال وغيرها. شارك في تنشيط هذا اليوم العلمي باحثون وأساتذة ممثلين في نائب رئيس محكمة أضرار وضابط تابع لفرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية وأساتذة التعليم العالي بالجامعة، قدموا من خلال مداخلتهم العلمية التي جاءت في جلستين متتاليتين تمحورت الأولى حول النظام الأساسي وحجية الدليل الإلكتروني والثانية حول تطبيقات الدليل الإلكترونية في المادة الجزائية وصور الجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائي. موضوع اليوم الدراسي موسوم بالدليل الإلكتروني في المادة الجزائية
بين التشريع والممارسة القضائية. حقيقة هذا الموضوع يعتبر الدليل بصفة عامة ركن أساسي في الإثبات في المنازعة القضائية سواء كانت مدنية أو جزائية. وموضوع هذا اليوم الدراسي يندرج في المادة الجزائية فقط، لذلك نظرا لأن الدليل الإلكتروني التقليدي أصبح غير كافي مع التطورات التكنولوجية الهائلة في مجال التكنولوجيا، أصبح من الضروري إلى إيجاد أدلة إثبات أخرى تتماشى والتطور الحاصل في المادة. لذلك من أهداف هذا اليوم الدراسي هو تحديد الأساس القانوني للدليل الإلكتروني وكذا حجيته في الإثبات ودور القضاء في إثبات الجريمة الإلكترونية من خلال تحديد الأدلة الإلكترونية التي تثبت الجريمة، ويأتي ويندرج العنصر الثاني في بعد إثبات الجريمة الإلكترونية إلى إسنادها إلى شخص معلوم، كيفية إثبات الجريمة الإلكترونية وإسنادها إلى شخص معلوم. وفي إطار هذا اليوم الدراسي تم تكريم فريق المحكمة الافتراضية التي افتكت المرتبة الثالثة عربيا من خلال مسابقة المحكمة المنظمة في دولة الكويت. إذن كان لنا الشرف أن تشارك جامعة أضرار من خلال كلية الحقوق والعلوم السياسية في مسابقة دولية عربية تعنى بمسائل المحكمة وغيرها. كان موضوع المحاكمة هو الهجوم السيبرياني على الدول، حيث افتكينا حق المشاركة بجهود خاصة للسيد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية. دخلنا في مرحلة التصفيات حيث تبارينا مع أو تقابلنا مع دول شقيقة من لبنان، سلطنة عمان، ثم الشارقة. افتكينا لقب النجاح للربع النهائي حيث تواجهنا أو تقابلنا مع دولة السعودية الشقيقة، ثم أيضا افتكينا النجاح للنصف النهائي أين دخل فريق 800 إلى المربع الذهبي. ثم بدأنا في عملية التحضير المكثف الجاد ليل نهار من أجل الوصول إلى النهائي. تم التصفيات في مرحلة النصف النهائي حيث تقابل فريقي مع دولة فلسطين الشقيقة أين ترشحت فلسطين للنهائي، واحتل فريقي المرتبة الثالثة عربيا والأولى مغاربيا والأولى وطني. الطالب ظهراوي محمد عضو فريق 809 الممثل لجامعة أضرار والممثل لدولة الجزائر في مسابقة المحاكمة الافتراضية التي نظمتها جامعة الكويت، الجامعة العالمية الكويتية، بخصوص المحاكمة الافتراضية بموضوع الهجمات السيبرانية. وقد تم اختيارنا لتمثيل الجامعة من طرف مجموعة من الأساتذة وفقا لمعايير معينة موضوعية عامة، ونشكر من خلالها السيد العميد والسيدة الأستاذة البروفيسورة بايا فاتحة، السيد العميد عبد القادر مهداوي، على إتاحتهم هذه الفرصة لنا لنمثل جامعة أضرار. وبالتأكيد كانت مسؤولية كبيرة على عاتقنا لنتحملها بكل جدية، والحمد لله وفقنا الله أن نبرز وأن نحصل على المركز الثالث. الرحمن الرحيم، معكم الطالبة عزاوي سلمى من الفريق الممثل لدولة الجزائر رقم 809. لقد كان لنا الشرف في تمثيل دولتنا الجزائر ورفع العلم الوطني على المستوى الدولي العربي، وكان لنا الشرف في خوض هذه المسابقة الدولية بفوزنا بالمركز الثالث. هذه المسابقة كان لها دور كبير في تعمقنا في القانون الدولي العام من خلال العمل على تفكيك القضية الافتراضية في كل جوانبها، والتي كانت معنونة بالهجومات السيبرانية على الدول، والتي تعد من أهم القضايا المعروضة على المستوى الدولي الآن.
ولقد كان لنا الشرف وأشكره جزيل الشكر السيد الأستاذ الدكتور مهداوي عبد القادر، إضافة إلى أستاذتي البروفيسورة الدكتورة باية فتيحة على اختيارهم لنا، ولقد تشرفنا بهذه المسابقة. شكرا. أنا الطالبة دبهاية من فريق 809 الذي شارك في المحكمة الافتراضية للمسابقة بعنوان هجوم السيبراني. أشكر جزيل الشكر لأستاذتي باية فتيحة، البروفيسور باية فتيحة، والعميد الكلية مهداوي عبد القادر. تأخذ يعني كانت تجربة جدا جميلة، تعلمت منها إجراءات المحامي، كيفية مرافعة المحامي أمام المحكمة الدولية، وكانت تجربة جد جميلة وشكرا.